هل تشعرون بأن هناك محاولات لعزل الإطار وإخراجه من مسار العملية السياسية، أم تتوقعون أن يتم بالفعل قبل جلسة الأربعاء التوصل لتفاهمات ترضي جميع الأطراف؟ هل هناك تفاؤل بهذا الصدد؟ نحن نتفائل بأن يرجع السيد الصدر إلى البيت الشيعي وتنتهي الأزمة. ثم هنالك أزمة في الشمال في كردستان، وهي الأزمة الكردية حول مرشح الاتحاد، يجب أن يكون من الاتحاد. فلدينا شروط في الثلث الضامن أو النصف الضامن، وهي شروط أن يكون مرشح الرئاسة بالنسبة إلى كردستان من للاتحاد الكردستاني، وكذلك أن يرجع السيد ويرشح رئيس الوزراء من البيت الشيعي. هذا ما نريده أو نطمح إليه. وإن لم يرجع السيد يبقى أنه مصرا، وهي هذه الديمقراطية، أو الثلاثي يبقى مصرا كما هو. فنحن سائرون إن شاء الله في قطع الطريق، عليهم أن يصلوا إلى مبتغاهم. وكما تعلمون أن هذا الثلاثي جاء بأجندة خارجية، وهذه الأجندة نحن نشك في نواياهم، ولذلك لدينا حشد ولدينا مقاومة. وهؤلاء يريدون أن يحلوا الحشد وينزعوا سلاح المقاومة، والآن نتخوف، نحن النصف الضامن نتخوف مما يريدون أن يصلوا إليه. ولذلك هؤلاء جاءوا بأجندة، والأجندة معروفة، لا أريد أن أكررها وأتحدث بها لأنه المقام لا يفهم.